بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث في هذه الحلقة الاستثنائية عن الحالات التي لا يجوز التصالح معها في مخالفات البناء. في البداية أحب أن أشير إلى أنه بصرف النظر عن الرأي الشخصي لي في مسألة دستورية القوانين الأخيرة من عدم، والذي تعلمت على يد فقهاء العرب في القانون أساتذتي، إلا أنني أيضا تعلمت منهم احترام قانون الدولة، لأن إنكار قانون الدولة جريمة. فقناعاتي الشخصية من عدمه لا تأثير لها في تطبيق القانون، إنما المؤثر في ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون، لأن ذلك يعدم القانون ويجعله كأن لم يكن. أعزائي، في عجالة نتحدث عن الحالات التي نص عليها القانون ولا يجوز التصالح فيها، وأحب أشير إلى أن هناك بعض الجداول التي تم توزيعها في السوشيال ميديا عن المباني المخالفة قبل 2008 والمباني من بعد 2008 حتى تطبيق قانون التصالح والمباني المخالفة لما بعد ذلك. أحب أن أشير إلى أي تطرق قانونا من ناحية المباني المخالفة قبل 2008 لا قانونية له، لأن ذلك غير دستوري بالمرة، يتعارض مع قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، المخالفات التي انتهت بأحكام قضائية نهائية في لحد 2008 لا مساس بها بالمرة. أما ما بعد 2008 وحتى 22/7/2017، وليه 22/7/2017؟ لأن 22/7/2017 ده آخر تصوير جوي للمباني، وهو التاريخ الذي اعتمده قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 الأخير، الذي اعتمد التصالح على المخالفات التي تسبق هذا التاريخ. مخالفات اللي قبل 22/7 أو لحد 22/7/2017 يجوز التصالح عليها بالقانون رقم 17 لسنة 2019. أما ما بعد ذلك، وقد حدث التعديل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 على القانون 17 لسنة 2019، فقد ورد في هذا القانون التصالح على أنه لا يجوز التصالح في الحالات التالية: 1- الأعمال المخالفة بالسلامة الإنشائية للبناء. 2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا. 3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري. 4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. 5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفق القانون. 6- البناء على الأراضي الخاضعة لحماية الآثار وحماية نهر النيل. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. 8- البناء خارج الأحوزة العمرانية، طبعا مفهوم بالبناء في 8 خارج الأحوزة العمرانية الخروج إلى الأرض الزراعية. ويستثنى من هذه الحالة 8، يستثنى منها 3 استثناءات. أول حاجة، الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ثاني حاجة، المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. ثالث حاجة، الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان. هذه الحالات التي لا يجوز التصالح معها ما عدا 3 استثناءات في الحالة التامة. وعايز أوضح نقطة بسيطة، وهي أنه
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في الحالات التي يجوز التصالح فيها هو 30/9/2020. 30/9/2020 آخر موعد لتلقي الطلبات. وعايز أوضح جزئية برضو بسيطة ومهمة لأعزائي، أن أي شخص تقدم بطلب للتصالح وفق القانون، فإنه إذا رفض طلبه أو كان تقدير مصاريف الطلب مبالغ فيها ويجب التظلم منها، فعليه أن يتقدم بتظلم من طلب الرفض أو من طلب تقديم الرسوم في موعد غايته 30 يوم من تاريخ إعلانه بالقرار. له 30 يوم من تاريخ إعلانه بقرار الرفض طلب التصالح أو تقرير الرسوم أن يتظلم من هذا القرار إلى الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار، الجهة التي أصدرت القرار. وبذلك يبقى إحنا دلوقتي القانون المباني اللي قبل 2008 ما لناش علاقة ولا مساس بيها. المباني اللي بعد 2008 لحد قانون التصالح نفس الكلام، كل هذه المباني التي تم التعرض للتصالح فيها طبعا محدش هيقدر يتكلم فيها في موضوع الإزالة، لأن هذه المباني قد تحرر لها القانون التصالح مخصوص، تحرر قانون التصالح مخصوص عشان وقف هذه الإزالات، والموضوع بقى مقابل التكاليف أو مصاريف التصالح أو رسوم التصالح التي حددها الجدول المحرر من في قرار رئيس الوزراء اللي هو قانون جدول تقدير رسوم التصالح، هينطبق على القرى أسعار وعلى المدن أسعار. طالما استوفيت الطلب وتم الموافقة على قانون التصالح وسددت رسومك، أصبح وضعك مقنن قانونا ولن تتعرض لأي قرار إزالة بالمرة. الكلام اللي هو ده لحد القرارات التي تنطبق على المباني المطبق عليها قانون 17 لسنة 2019، والتي ينتهي تقديم طلبات التصالح فيها في 30/9 زي ما قلت. أما ما عدا ذلك وهو بقى من 28/4/2020، تاريخ ده تحديدا، من التاريخ ده تحديدا أي مبنى ظهر على وش الأرض بأي وصفة أو بأي صورة هو أصلا بدون ترخيص، المبنى ده معرض للإزالة لا محالة. وقد تعرض في هذا الشأن الكثير من العقارات والأبراج والعمائر المبنية على طراز ذو قيمة ومصاريف وتكاليف بالملايين، وتعرضت للإزالة لحدوثها بدون ترخيص من الجهة المختصة وفي فترة الحظر اللي القانون حددها واللي أشار فيها إلى حالة المخالفات للنيابة العسكرية للتشديد على إزالة هذه المباني حتى سطح الأرض وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية. يبقى المباني اللي بعد كده زي ما قلت بالتواريخ المحددة دي هيتم إزالتها، اللي هي من 28/4/2020 أي مبنى تم بإنشاؤه بأي وصف، عشة، بطوب، بأي وصف، أي مبنى تم إنشاؤه بلا ترخيص هيزال، ما فيهوش جدال، ده هيزال وتتم الإزالات فعلا، ويتم تسوية المباني حتى سطح الأرض وفق تعليمات السيد رئيس الجمهورية. وبذلك صدر القرار رقم 177 سنة 20 السنة دي من وزير التنمية المحلية لتسهيل إجراءات التصالح على المباني التي يجوز عليها التصالح، أن تقبل ملفاتهم حتى لو ناقصة مستندات قبل 30/9 عشان الناس ما يبقاش فاتها مواعيد التصالح. وبنحذر تاني، إذا كنت ممن ينطبق عليهم قانون التصالح لا تتخطى 30/9، قدم ملفك بسرعة قبل 30/9 حتى لا تتعرض بعد زوال الميعاد إلى زوال المباني، حتى ولو كانت آهلة بالسكان هتزال، هيتم إخلاءها وتزال، لا تتخطى حدود القانون أعزائي. وأنا في هذا الإطار لكلمة أوضحها، أنني
أنا رجل قانون تعلمت على يد أساتذة العالم القدامى ولست إعلاميا ولا أتحدث بعبارات حنجورية بل بالقانون. وأخيرا ندعم وبشدة ونقف خلف قيادتنا ورئيسنا في كل ما يراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على أمن وأمان البلاد، وكلنا جنود خلف قواتنا المسلحة، ونؤكد إلى أنه نختلف في الرأي لمصلحة الوطن والمواطن، لكن لا نختلف أبدا على الوطن. تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.